في اي دوله مثلا الناس يختربوا يكون عاملين جمعيات، الناس بتقعد ده ضربوا للتليفون يا زول تعال الشغل هنا فل، ركب مشت جمعيه الناس ملمومين. فلما اخوان عثمان وينه؟ قال له يا زول عثمان ما عندك خبر، عثمان اشتغلوا لما حق الهايس ونزل. قال لهم طيب عوض؟ قال له عوض برضه حصلوا البارح دي، البارح القريبه دي اشترى حق الهايز ولماها ورجع البلد. زول خش الغرفه بقى يبكي، الناس اللي فوق يا زول بتبكي مالك؟ قال لهم انتوا الناس اللي بيجوا هنا ديل كله يلموا حق الهايز ويرجعوا البلد؟ قالوا لي. قال له ما البوم انا اللي بعت الهايز جيتكم هنا؟